اسمي محمد أبو العيون المحاميد. قبل قليل كنت مع رفاقي في المظاهرة، تظاهرنا كثيرا وهتفنا حرية حرية حرية، وقلنا الشعب السوري ما بينزل، الشعب السوري ما بينزل. نتظاهر كل يوم، لكن هذا اليوم كان مختلفا. عشرات الجنود نزلوا من ناقلات الجند وبدأوا يحصدوننا بالرصاص. وقع الكثير منا وهرب الكثيرون أيضا، وأنا من بين من وقع أصبت في بطني وبدأ ينزف. أتى الجنود وبدأوا يتفحصوننا. الذي بقي فيه شيء من الحياة أطلقوا عليه النار حتى مات. تظاهرت بالموت، فتحت فمي وعيني وقطعت النفس. وهكذا حملونا كأكياس الرمل ووضعونا في السيارة، أوصلونا إلى باب المشفى الخلفي، إلى البراد الكبير، الثلاجة الضخمة، وهناك دفعوا بكل واحد في درج. انتبه أحد الذين سيدفعونني إلى أنني حي، فقال: أنت حي؟ ادخل. وقفل الباب. أنا الآن في الثلاجة أعاني كثيرا من آلام في بطني ومن البرد الذي ينخر عظامي. سأموت بعد حين، لكنني سأكتب لكم كلاما قليلا بدم. تظاهرت من أجل الحرية. أماني سلموا لي على أمي.